وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال أقم الصلاة، فأقيمت الصلاة وما بقي إلا على تكبيرة الإحرام، فترك تكبيرة الإحرام وأصحابه قد صفوا صفوفا وأمسك بطرف ثوبه وجعل يخب خبا ويسرع إسراعا كأنه يتوثب حتى دخل داره، ثم خرج من الدار جاء وصلى بهم، والصحابة وقوف طبعا مؤدبين واقفين ما قالوا ده اللي زول جنبه، طبعا في ناس شمارات كثير في شنو حصل شنو قال والله ما عارف يا اخي، لكن ما اقول يا اخي ما نحصل الشغل يا اخي قد ما يزوق ثاني خليه يصلي، حس امام لو قال الناس استووا وبعد ما قاموا الصلاه وبيقوا في الصف مشى البيت ويجي اقسم بالله زول يرجعوا ما في، يقول بالله خلينا يا اخي بس الناس اللي واقفين كده منتظرين، جاء ما في دول يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده ادب ذاته ما ادبه، ده مشكلتنا انه الادب والتربيه، ادب الادب جد. بعد ما صلى بهم بعد ان صلى بهم قال لعلكم قرأ افكارهم وبادرهم قبل ان يسالوهم، لانه يعرف ان ادبهم يمنعهم من ان يسالوه، قال لعلكم عجبتم، قال نعم، قال ذكرت ان في بيتي 6 دراهم فخشيت ان اموت وهي عندي، فذهبت واوصيت عائشه ان تتصدق بها على المساكين، ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده، ما قال بعد ما اصلي امشي البيت اتصدق بها، خاف قبل ما يتصدق بها يموت، خاف. وهذه تسمى صلاة مودع، أولم يقل عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة مودع، يعني قف في الصلاة وتخيل أنها آخر صلاة في حياتك. وبالتالي أقول أيها المؤمنون بأن الدنيا مختصرة جدا في أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وأن ذلك كحال الزرع يتقلب،